السلام عليكم، بونجور بونسوار عزيزي الفلاحون. مرة أخرى ولينا معكم، نقصروا شوية ونقصروا شوية. المهم، هاد الخرجة هذه تاع الأمم المتحدة زعما باش يخوفونا، لو كان مثلا ما نتعلموش من الأخطاء اللي جرات مقبل، صرنا كما صارت في العراق ولا في بلدان أخرى، لأن العراق جابوا لهم في وسط مجلس الأمن وجابوا دي بروف، جابوا دي فيديو، جابوا كلش دي ساتيليتي تو، وقنعت الغاشي هدموا بلاد كامل، زادوا عاودوها في سوريا عندهم دي ستوديو ان بو بارتو، يخدموا مثلا يقول لك باللي عندنا دي زونفون، عندهم قنبله كيميائيه، داروا واحد سميتو هوليوود وقنعوا الغاشي. انت مثلا راك مثلا تسوتني شويه الاسد، مي كي تشوف هذيك لاسان هذيك تاع لي زونفون ايتو تولي تكره الاسد، فوطاو كاع باش اي كسر البلاد هاي. الناس بلا فيزيون والهضره يسمع دائما نفس الشيء يبدل الراي تاعو. دونك قنعوا الغاشي كيما نقولوا دي باج فيسبوك الجران نيتو وين تروح تسمع نفس الشيء. هذه هي طريقه هتلر، اكذب 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 حتى وين تولي حقيقه. اينك واش صرنا احنا مع الامم المتحده؟ يكذبوا 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 حتى وين تولي حقيقه. لو بروبليم هذا خرجوا افيك رابور ايتو، مازال ما قريتش كاع الرابور هذاك، شفت برك دي بوين هكذاك. يهضروا مثلا على الجزائر، وحنايا عندنا مشكله باللي الناس راهي تخرج. لو كان نديروا مثلا يقعد واحد في لامارج هذيك يقول علاه خرجت نتايا، انا خرجت على الخدمه، وانت علاه على الزيت، وانت علاه على البونيس هذاك، وانت علاه. حتى واحد ما يهضر على الديمقراطيه، حتى واحد ما عندهمش كاع مثلا حاجات تجمعهم كاع، لان ما يفهموا في الديمقراطيه، ما يفهموا في السياسه، ما يفهموا في. تقول له مثلا انا بغيت لا جوستيس تكون مستقله، ومن بعد كي تبدا تهضر له تشوف باللي عنده بزاف الواجبات يحبس. محامي داروا كروب خرجوا للطري، كي بداو يهضروا لقاو باللي هما اللي غالطين، لان محامي هذا يهضر عندهم نفس المتهم يحاميو عليه، هذا هضر واحد لا فيرسيون، هذا هضر واحد لا فيرسيون، هذا هضر واحد لا فيرسيون في نفس المكان، ما تفهموش علاه، لان هم يخترعوا من راسهم. دونك كي تشوف المحامات دايره هكذا، والقضاة دايرين هكذا، والاحزاب السياسيه دايره هكذا، والمنظمات دايرين هكذا، كل واحد يجبد راسه، سي ان فري بروبليم. اليوم على هذا لقاونا الثغره للامم المتحده. شكون يروح للامم المتحده؟ على بالكم شحال فرحوا كي شافوا الرابور هذا. ولكن باش انت دير لا كونتر اتاك لازم تكون انتيليجون كيما هما، لان اليوم الجزائر لازم تستعمل كاع لي زوتي تاعها، وزاره الخارجيه، عندنا لي ريبريزونطون اللي كاين كاع في الامم المتحده، نيويورك، واشنطن، لا هاي، لا سويس، لا بلجيك اي تو، باش انت تكون على اتصال. لان اليوم عندنا وزير الخارجيه وعنده مشاكل واحد اخرين، او يبدي بلاسي كاع في لافريك، او عندنا مشكله تاع الصحراء الغربيه، او عندنا مشكله تاع تونس، او عندنا مشكله تاع السودان مع مصر، او عندنا مشكله تاع السودان مع اثيوبيا،
او عندنا مشكله تاع السود تاع مصر مع اثيوبيا، اليوم عندنا مشكله تاع الصومال، او عندنا اثيوبيا مع كان واحد ديبارتمون بايد نفصل من اثيوبيا مشكله. دونك انتايا الوزير تاعك او يخمم على كاع هاد المشاكل هادو، ومن بعد تزيد له انتايا حاجه صغيره هكذا تنحيه من هادوك لي بروبليم كبار. او عندك ليبيا او يجري على ليبيا، مهما يكون هذا في الدبلوماسيه يكون يعني قمه، كي يكون بزاف لي بروبليم امبوسيبل يجيريهم طري بيان. لان في الجامعه العربيه او عندك نوتر ديمارش، في الاتحاد الافريقي او عندك نوتر ديمارش، في الاتحاد الاورو متوسطي او عندك نوتر ديمارش، كل ما كان في العقليه تاعو. دونك انسان واحد شوفوا قمه الدبلوماسيه اللي عنده العمامره، مي مسكين تخلطوا له نفس المدرسه بوقادون، مي تخلطوا له رانا في واحد المشكله. لان في الدبلوماسيه ماشي فقط اي واحد خرج من الدبلوماسيه صافي يعرف كلش، هذا بوقادون مختص في البروتوكول. اوكي، هناك اناس مثلا اليوم العمامره راه في لانستيتو هذاك تاع لا سويد وين يجيريو مثلا لي كونفلي في العالم، هو مثلا عنده دراسات على لي كونفلي، ماشي اي واحد يخرج من لا دبلوماسي صافا دير كي يعرف كلش. ممكن تخرج في نفس المدرسه ولكن الاختصاص تاعك يكون مختلف. اليوم خرجونا بهدات كيما هادو على بالنا شكون ويجري، لان عندهم دي زورغانيزم دي شامبينيون، كل واحد او يكري نفسه. او عندك الاورغانيزاسيون هذيك شروق، او عندك هذيك حركه احرار، او عندك هذيك هيومن ريستارت، او عندك رشاد، او عندك الكرامه، او عندك الحركه تاع شوشان، او عندك الحركه تاع انوار هدام، او عندك سميتو وش تاني شعاع، حركة شعاع، قاع هادو قاع هادو وش راهم يديرو في المنابر العالمية؟ وش يديرو؟ يديرو دي رابور ضد الجزائر. اكثر من 15 اورغانيزاسيون اللي عندها على الاقل واحد يعرف الجزائر يديروا دي رابور ديلي، يعني دائما كل يوم. دونك هذوك الاناس هذوك ما مسيش جامي يدخل للجزائر يقول لك عندنا تقارير من اناس معينين. دونك هذو الناس هذو عندهم الوقت، عندهم مصروف، دونك يجريو. ونزيد عندي اناس مثلا هذوك تاع سميتو هيومن رايتس ديفندر، فيه هذاك سميتو لافوكا هذاك دبوز، عندك اناس تاع الماك وتاع فرنسا اللي عندهم علاقه مع بروكسل مع لا سويس، عندك هذاك الانستيتو تاع الهوغا، الانستيتو هذاك تاع عندهم أنا يقريو فيه وين كاين عروة متصل بسويسرا، هادو كاع يقدمو تقارير على الجزائر. دونك كاين دي انستيتيو مثلا تاع السعودية و الإمارات هنا في أمريكا يقدمو دي رابور على المناطق العربية، كاين هذاك تاع لونجلتير. من بعد نولي لهذاك تاع لونجلتير، لأن كاين واحد الانسان او يضرب في الحكومه الجزائريه بنته بعدها ب لا بورس ديتود باش تقرا في هذاك الثينك تانك في انجلترا. واش يدير هذا الثينك تانك؟ يدير تقارير على البلدان كامل، مي يخصص للمناطق تاع الجزائر تاع اللي عندهم بترول
يدير تقارير عليهم. من بعد نهضر على هذا الشيء هذا، لان مهم مهم مهم، لان شويتر كي كان وزير الاعلام التعليم العالي واش قال لهم؟ قال لهم كي تروحوا لي طرونجي باش ديروا دي ستاج، ما تديوش لي زانفورماسيون تاع الجزائر وتوزعوها تما. دونك هاد الطفله هذه شكون هي؟ هي بنت هذاك اللي عنده راديو ام، سميتو هذاك قاضي احسان. قاضي احسان بنتو راهي تخدم في ان ثينك تانك في انجلترا. دونك هذاك الثينك تانك يدير دراسات على دراسات على العالم كله، ولكن مخصص سوناطراك، يدير مثلا لي زيدرو كاربور، لان علاه مور هاد لورغانيزاسيون هادي الكبيرة معروفة ومرموقة. ومن بعد نكتب كاع بالاسماوات باش نسهل للمشاهد واش يديروا. هادو داروا تقرير على سوناطراك وعلى الديفلوبمون ايكونوميك في الجيري تو. لو بروبلام تقرر الشباب باش يعاونك ديفلوبي بلادك، بصح هو وعلاه دارو؟ لان اللي راهم يفينونسيو هذاك الثينك تانك معظمها شركات بتروليه اجنبيه. ومن بعد شويتر قال لهم ما لازمش نتوما تخرجوا لانفورماسيون، لانفورماسيون دي كومباني الجيريان ولا دي زونيفرسيتي الجيريان، تديو لانفورماسيون هذيك وتوزعوها دون دي ثينك تانك في ليترونجي. خرجت هذه بنت بنت قاضي احسان، وما عنديش علاقه معه، قاضي ما عنديش علاقه معه. خرجت قالت لهم باللي وزير التعليم العالي بغى يحبس الاناس باش ما يروحوش يديروا ستاج براتيك، باش ما يروحوش يديروا هذا التبادل هذا في دون دي زونيفرسيتي واحد اخرين. هذا يقولوا له التضليل، كما راه يدير باباها تضليل. انت عندك لانفورماسيون تاع الجزائر، ما لازمش تدي لانفورماسيون هذيك ديريكتومون وتعطيها الى بلد واحد اخر. هناك نورغانيزم في وزاره التعليم العالي تعطي له لانفورماسيون هذيك، اسكو كاع المعلومات هذه ممكن ننشرها ونتبادلها مع بلد واحد اخر. هنا في امريكا يديروا لا ميم شوز. قبل كيديروا مثلا جوملاج يونيفرسيتي مع يونيفرسيتي، اورغانيزم مع اورغانيزم، مثلا المخابرات هنا مع المخابرات في الجزائر. قبل ما يديروا هذاك الجوملاج كاين واحد لا كوميسيون انترن تعطي لها الرابور تاعك واش تهضر، وبعد يشوفوا كاع المعلومات اسكو سي دي شوز لازم تتقاسم مع هذاك البلد. هذه الانسانه هذه اللي راهي دكتور اليوم، هو بيان سور ما على بالناش كيفاه تحصلت على لابورس ديتود هذيك، لان لومباساد الجيريان في لونجلتير قدمت ان دوناسيون لهذا الثينك تانك. اوليو لي زومباساد الجيريان يديروا يعطيو هاد لي دوناسيون بور ان ثينك تانك الجيريان بيرمون الجيريان، قدموا ان دوناسيون لهذا الثينك تانك اللي هذاك الثينك تانك قدمت لاناد قدمت له اون دوناسيون اوبن سوسايتي تاع سوروس قدمت اون دوناسيون لهذاك الثينك تانك، وكاع لي سوسيتي بترولية قدموا اون دوناسيون لهذاك الثينك تانك. وهذاك الثينك تانك اللي خدموا ثم عندهم حب للدولة الصهيونية باش تكمل ديفلوبي يعني البروغري تاعها. شكون يجي باش يقدم مثلا لي بريزونطاسيون يدير محاضرات؟ يجيبو توني بلير، يجيبو اناس اللي خربوا الدنيا. دونك ومن بعد نوليو لهذا كيفاه راهي تخدم دون ان ثينك تانك اترونجي اللي يدير على المويان اوريون نورث افريكا،
يقدم لك، ومن بعد هي تدي معلومات، لان عندها اناس يخدموا في سوناطراك، عندها اناس يخدموا في الجامعه الجزائريه، تدي معلومات حساسه لان قلب الجزائر راه في سوناطراك، تدي المعلومات، تديها راهي حاميه، تديها ليترونجي. ومن بعد واش قالها وزير التعليم العالي؟ كي كان وزير التعليم العالي اليوم راه في الطاقات المتجدده، واش قالها؟ قال ماشي ليها، دار سميتو تعليمه قبل ما تدي لي زانفورماسيون، اي معلومات جزائريه لازم تجوز على مكتب مختص في التعليم العالي، وزاره التعليم العالي، يدرسوا هذاك المشروع باش ينحيو كاع المعلومات اللي ما لازمش تخرج ليترونجي. هي في تويتر تاعها واش قالت؟ قالت وزير الخارجيه بغى يقطع الناس باش ما يروحوش الى ليترونجي، هذا يسموه التضليل. الوزير قال لك، الوزير قال لك، وانا عندي صوره من هذيك الوثيقه التعليمه، الوزير قال لك قبل ما تدي المعلومات الى الخارج لازم يجوزوا على مكتب مختص في وزاره التعليم العالي ولا اي وزاره، كي تدي من سوناطراك لازم يشوفوا اسكو كاع المعلومات اللي ديتيها لصالح البلد ولا تعاون الانمي، لان هذاك الثينك تانك في انجلترا واش يدير؟ يشوف كاع المعلومات هذيك يعاونوه، ما لازمش نبدلو كاع معلومات حساسه مع اي بلد. ايلك واش قال لك في التعليمه هذيك؟ انت كتبتي في تويتر باللي وزير التعليم العالي ما بغاش الناس يخرجوا، ما بغاش يدير تحفيزات يخرجوا يديروا دراسات عليا في الخارج، ما قالش هكذا. الوزير قال لك قبل ما تخرجي ما تديش المعلومات الحساسه باش تبدليها مع ان ثينك تانك، مركز دراسات وتفكير. دونك هما يخدموا مع لا هولوند، مع الشركات البتروليه، يخدموا مع بريتيش بتروليوم، يخدموا مع شيفرون في امريكا، يخدموا مع شال، يخدموا مع كل الشركات البتروليه العالميه. مادا بيهم يعرفوا اسرار سوناطراك، مادا بيهم يعرفوا اسرار المناجم في الجزائر، مادا بيهم يعرفوا لماذا ولا كيفاه ندخلوا باش يكون عندنا ان بروجي في الجزائر. تسهيلات، انت تعطي لهم كاع الهدات. اينك واش قال لك الوزير؟ الوزير ما قال لكش ما تروحيش تقراي في ليترونجي. دونك انت خديتي اون بورس ديتود على لومباساد تاع الانجليز في الجزائر العاصمه، والجزائر قدمت دوناسيون لان هناك طلبه جزائريين، كيما انت يا طالبه جزائريه راكي تقراي في ثينك تانك هذاك. هما واش داروا لك؟ الجزائر قدمت دوناسيون باسم الجزائر، منا باباها ويضرب في الحكومه الجزائريه، منا بعث بنته تقرا دون زان ثينك تانك عالمي. والناس يقول كيف عندهم لما من نون فامي ويضرب فيه؟ ما رانيش انا لقيت المعلومه راني نوزعها، هي راهي تخدم وتقرا، تقرا ومامتو تخدم الماستر من بعد الدكتوراه وتقدم معلومات. هو او عنده راديو ام المشبوهه، وين على بالك بلي يخدم مع دراني، يخدموا كاع مع الامم المتحده، كاع الناس راهي تقدم. زبيده عسو راهي تخدم مع دي زورغانيزاسيون اوروماد، تقدم لي زانفورماسيون في لا جوستيس، في المحاماه لان داخله في هذيك المحاماه النساء، معلومات جزائريه حساسه في قطاع العداله يخرجوا يتقاسموا مع اوروماد هكذا. وناس في لا في لا في لا جوستيس صحفيين، وناس في لا جوستيس هما محامين قضاة يتقاسموا معلومات مع الخارج، وناس في الصحافة يتقاسموا معلومات مع الخارج، وناس في المنظمات او عند كراج
او عندك بوشاشي والاخرين يتقاسموا معلومات، يخدموا معاهم على لومباساد امريكان، مع لاناد، مع الان دي اي، ولا واسمه هذاك ريبوبليكان انستيتيو انستيتيو ريبوبليكا وقيله انديبوندون. دونك يديروا كاع هكذا تبديل المعلومات، وهما يقدموا معلومات يهضروهم، يقولوا انا خدمت في كمحامي، ضربوا هذا الانسان، خنقوا هذا الانسان، حاولوا حوايجو. دونك محامين، قضاة، دي زورغانيزاسيون الجيريان، دي زاسوسياسيون، وعندك صحافه، كاع هادو يتقاسموا معلومات مع العالم الخارجي. دونك نلقاو مثلا اناس عندهم اتصال مثلا في اجهزه الامن، مازال عندهم اميتي مع الناس اللي راهم برا، يكون عندهم معلومات واتصالات مع هذوك الناس. دونك هنايا باش انت تحمي بلادك من اي جهه اللي يجيك المشكله، من منين؟ المحاماه، القضاه، لي جورناليست، لي زورغانيزاسيون، لي دروا دو لوم، والهويه، وناس الهويه، لا ريليجيون، هادو كاع محاكمين كاع المنابر العالميه. اللي نعرفهم اكثر من 15 اورغانيزاسيون عم يخدموا مع تواصل مع الجزائر كوتيديان، عندهم دي زالجيريان خرجوا. دونك انتوما مثلا، اننا نوافق الناس اللي راهي تقول باللي نحي لا ناسيوناليتي للناس اللي تخدم معاهم، هذا لا يؤثر يعني في شعرا، نحي له رب لا ناسيوناليتي. انا عندي واحد العقليه واحده اخرى، اللي يخدم مع الارهاب ما تنحيلوش لا ناسيوناليتي، نحيلو النفس تاعو، الحياة تاعو نحيها له، اللي يفهم يفهم، واللي ما يفهمش ما يفهمش. واحد اللي يخدم مع الإرهاب ما نخليهش يعيش أنايا، هكذا. ماشي فقط لا ناسيوناليتي، وهو مازال يخدم في الأشياء هذه، هذا هو البروبليم. دوك نشوفوا باللي معظم الشعب الجزائري اتفق في الفيسبوك باللي نورمال هي نحيولو لهذوك لي طرات، هي نحيلو لا ناسيوناليتي نورمال، بصح ما ديرلهاش اجنده تاع اليوم. تسرب نتايا الصحافه، من بعد الصحافه كاين الهول، نورمالمون تفاهم مع الرئيس، ديرو اكزيكوتيف، عندك لا ليست، نحي لهم لا ناسيوناليتي، غدوه من ذاك ينوض يلقى روحو ما عندوش باسبور الجيريان. ايليك هذيك تكون شابه، انت تخرجها للصحافة، من بعد تشوف يعني نبض الشارع، نبض الشارع كان اللي بغاو كان هايلك. شوف انت وش ينفع بلادك، اسكو هو المهم اليوم تخرجها؟ شكون ما يبغيش تنحيلو لا ناسيوناليتي لهذاك الخاين؟ مي لو بروبليم، اسكو تحبسو ولا ما تحبسوش كي يدير هكذا؟ هذيك فقط هي حلول تمبورير مؤقتة، نحيو لنا الناسيوناليتي. بصح مازالو يهدر، ياخذ دراهم، يبعث دراهم، لان ما تقيدوش هذيك لا ناسيوناليتي. اليوم هو باعها بالدور، هما اليوم انت تركت الحبل، كانوا مقيدين مثلا، يقول لك كان ندير هذا يحكموني ب مثلا يحكموني ب انتربول، يديوني للجزائر، توجور عنده الخوف هذاك. اليوم نحيت له هذاك الخوف، نحي لي لا ناسيوناليتي، من بعد ميم سي ما عنديش لا ناسيوناليتي هنايا، يقول لك انا ندير حاجه واحده اخرى، ندير هدا نجيب لا ناسيوناليتي. هو قانونيا سي انتردي، ما تقدرش، لازم يكون عنده مطر باسبور باش تنحيلو نتايا لا ناسيوناليتي الجزائرية. يكون ارهابي يخدم على الارهاب، ما تقدرش تنحيلو لا ناسيوناليتي، القانون صارم، سوتو كي يكون في لترونجي وما عندوش لجوء ترافل دوكيمنت باش يدير مثلا ديبلاسي ولا، هذا هو المشكل. دونك
لان تنحي له باسبور لهذاك الارهابي اللي راه في افغانستان، دائما يقول لك باللي انا جيت من الجزائر، دائما يحتسب انه ارهابي جزائري. عنده ناسيوناليتي ولا ما عندوش؟ دونك هذا يخلق مشكله من اللي يخلق حل. انا قلت لكم ما يبغى نحيلو، هيا نحيلو غدوه دير لا ليست كاع هادو الناس هادو ما عندهمش، هو ديجا هو ما عندهمش الحق يدخلو، ما عندهمش الحق يديروا الباسبورات الجزائريه. خلاص الضغط الاداري ديجا نحالهم، ما عطاهمش لا شونس يديروا الباسبور تاعهم. الضغط الاداري كما هذاك راح للومباساد شحال من خطره قالوا له يمشي طير في الامباساد. دونك انت علقتو، يجي دائما يبكي لك اعطيني باسبور هذا تو. بعد هو عنده مشكله بيخدم سميتو لي فيديو ومارتو لازم تدخل. دونك مشاكل كي تنحي له باسبور لهذا، اسكو تنحي لمرتو؟ دونك تخلطت الحاله، تخلطت الحاله. دونك اليوم 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 وشنو هو المهم؟ المهم المهم لان دونك كاين شي ناس ما يخرجوا بالدعايات باللي اي واحد يكون ضد الحكومه تنحي له لا ناسيوناليتي. الناس خرجت في لا غروند بوست قال لك ما استحقيناش لا ناسيوناليتي، هذا خرجونا. اي شوفوا كاش بلاد يقبلوهم. تشيتو واحد الشعب الجزائري كاع با يخرج هكذا. دونك يجي واحد يقول لهم الا ما عندكمش ناسيوناليتي هنايا تروحوا الى اي بلد. المنشور هذاك تاع واحد المهبول يقول له منشور يهضر على يقول له ممكن اي بلد يقبلك الى شفتو التضليل. التضليل يقول لك اي بلد يقدر يقدم ياخذك. المهم اليوم الحاجه اللي فريمون اورجون هي هاد الارتيكل هذا تاع لي ناسيون زوني. لازم الدوله تكون انتيليجون كيف تريبوندي او ميم طو الشعب، لان كينو الشعب يسوتني الغوفرنمون تاعو جامي يديروا له اي حاجه. هاي ليك جامي يديروا له امام سي النص. النص دائما يروح مع الامم المتحده تو، مي النص الاخر، النص الاخر لا بوبولاسيون كي تخرج هذيك تاع الفلاحين يخرجوا، هذيك تاع الائمه يخرجوا، هذوك تاع العلماء المسلمين يخرجوا، هذيك تاع الاحزاب السياسيه يخرجوا، المنظمات الطلابيه يخرجوا. دائما اي لي بونكارت نحي ديجاج رشاد، ديجاج هذوك كاع المعارضه المزيفه. اليوم 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 لازم يخرجوا اناس، لان مثلا الاحزاب السياسيه كما مقري ولا بنقرينا اللي ما عندهم شويه لا بوبولاسيون تو ولا لا فافاس اللي بغاو يديروا الحوار مع الحكومه لازم يديروها على العلن مع الامم المتحده. حبس حنايا رانا نمشيو في مسار الديمقراطيه، ما تحبسوناش ما تحبسوناش. يديروا دي كومونيكي هذا لافافاس هذا مقري هذا بنكرينا هذه وزحان ونيتو باش هذوك الناس اتونسيون، او هناك اناس مازال ما كاين معارضه في البلاد. دونك نوليو مثلا الى الناس اللي هضرت قال لك مثلا اسكو اسكو نجيبو اناس من الامم المتحده يشوفوا ولا. دونك الامم المتحده عندهم 8000 واحد يخدم في كاع في سته، يعني في سويسرا امريكا واشنطن لاهايتو، عندهم اكثر من 800000 واحد. منين يخلصوا هذوك؟ يخلصوا من الكوتيزاسيون تاع البلدان. 40% يجي من امريكا، 30% الى 40% يجي من البلدان الاوروبيه الاخرى المتقدمه،
عندك بين 20 إلى 30% يجي من كاع العالم. دونك انت راك محسوب على 20%. امبوسيبل انا نهضر ضد امريكا، لان هي اللي توكلني، لان 8000 واحد هادو 24 سور 24 ما يحبسوش كاع. على هذا باش يعسوا واش كاين في لطونجي واش كاين هنا، لي ميسيون تخالطة. دونك الناس اللي مثلا بغات يقول لك انايا باش تكون الهضره تاعي تما، انت الهضره تاعك راهي في 20%. هذا ما كان واش تهضر تصقي تبكيتو، البروبلم تاعك راه في 20%. دونك امريكا عندها 40، البلدان الاوروبيه 40، كاع البلدان الفقيره هذيك مساكن عندهم 20% ديبونسيو البيدجي تاع لي ناسيونز يوني. يقولك ما تسواش، انت تسوى 20%، الا تعطيني 20% تسوى 20%. انت ما تعطيش 20%، تعطي 0.0. دونك ومن بعد هما الجزائر علاه تدخل، تعطي شويه باسكو عندها لي فونكسيونير تما، عندها مثلا لونيفرسيتي هذيك تبعث اناس يقراو تما، عندها اي ترينينغ ممكن تبعث الجزائر اي واحد يقرا ثم، ولا دونك ماشي فقط حاجه واحده، عندها دي دومين بزاف، يبعثوا دي جون، يتبادلوا الاراء، يتبادلوا الدراسه، ايتو داخله في البروغرام هذا. دونك انت واش تقدم دراهم راك تخلص لي سيرفيس هذا. دونك 40% تاع امريكان هما اللي يديسيديو كلش، لان هما اللي عندهم السيطره على الامم المتحده. نقول لك واش دير اليوم، عندنا اكثر من 3000 اورغانيزاسيون في العالم كله يجمع المعلومات. دونك اسكو نتايا يا بلد يا جزائر، اسكو من اسكو تقدر تعس 3000 اورغانيزاسيون؟ ما تقدرش. دير كيما يديروا هنايا، دير كيما يديروا هنايا. دونك تشوف كاع لي اورغانيزاسيون اللي تقيس بلادك تمانيبيولي كيما يديروا هنايا. دونك il y a 1000 و1000 سوليسيون، لان ما تقدرش الا ما تخلقش ان اورغانيزم. انت عندك قسنطيني هذاك مثلا تاع حقوق الانسان، من داك يخرج هكذا، من داك يخرج هكذا، يكون مثلا المحامي تاع، ما تكونش محامي تاع واحد اخر. الفو سورغانيزي، لازم ديجا لازم يتبدلوا هاد الاشياء. هذا حط واحد يكون 24/24 على هذاك الاورغانيزم، فهم؟ منا يقولوا هكذا، منا يقولوا هكذا. يقولك مثلا السجون الجزائريه دخلنا وشفنا امنيستي انترناسيونال، هيومن رايتس واتش، لي زورغانيزاسيون كاع هذوك، قالك دخلنا للسجون الجزائريه ما لقيناش، يعني كيما تروح الاكوادور ولا تروح لغواتيمالا ولا، حاله مزريه في السجون. تلمو حنا اليوم في الجزائر عندنا 60000 واحد في السجون، و 60000 واحد يا ربي يا ربي يكونوا واحد 1000 مدى الحياة، مدى الحياة عندي 60000 واحد، واحد 1000 مدى الحياة. دوك الناس مثلا 5 شهور 6 شهور سرق هكذا لا بيجوتري، كاين شي ناس قتلو يتو لي كيدنابين يتو، مي الجريمه انت كي تدير تكلاسي الجريمه، تشوف الناس اللي راهم في السجن على الاراء على الصحافه على هذا، ما تلقاش بزاف. يدخل يخرج يدخل يخرج، يديروا الاستنطاق، يديروا البي في تو، مي سا كي تعاود انت تزيد تعاود تزيد تعاود، سا ديموراليز الشرطه والاجهزه الامنيه. مي لازم تخصص انت يا كونتر بارتي ان اورغانيزم، دي ثينك تانك، امريكا كندا فرنسا البلدان القويه انتو اللي يخدموا معاهم، يدير ما من تاي دير كيما يديروا. حنا يا خير من السعوديه اللي عندها ثينك تانك هنايا، حنا يا خير من الامارات اللي عندها اناس يخدموا ثينك تانك هنايا. عندهم دي انستيتيو كيما هذاك قرطبه،
اللي بغيتي نقول على في سويسرا قرطبة هذا، يدير مثلا دراسات على السلم والحروب بيتو في البلدان هذه العربية. هو يعطي دي زانفورماسيون، هما شكون هما؟ سيدي زاكس تاع الفيس. اسكو واحد يقول لك حاجة مليحة على الجزائر؟ ولا الانستيتو هذاك تاع واشنطن دي سي، ميدل ايستن ستاديز، يخدم على الامارات، جامي يهضروا على الامارات، يهضروا كاع على المشاكل في الدنيا غير على الامارات ما يهضروش. ولا هذوك الناس مثلا اللي يخدموا مثلا، يجيو سيدي الدكتور ديتا يجيو لامريكا يخدموا يديروا الدراسات معاهم، يجيو من جامعات جزائرية فرنسيتو، ومن بعد يخدموا هنايا دراسات مع جامعات أمريكية، ومن بعد من اللور تشوف باللي يخدم مع لاند ولا يخدم مع بلدان هكذا تاع الجولف اللي راهي تخلص السكولارشيب تاعه. دونك انتايا وزارة الخارجية ولا لي زومباساد ولا الاستخبارات الخارجية، لازم تبدل طريقة العمل اليوم، لأن ماشي كيما بكري تاع القلم والتليجرام والفاكسيتو. رانا ديفلوبينا بزاف. الناس اللي تخاف على الأمن القومي تاعها، كي شرات لومباساد هنايا في ماريكان، هدمت كاع لومباساد وعاودت لومباساد من دراو جديد في أمان. ماشي كيما لومباساد الجيريان اللي عندها ان ايموبل قديم واللي عنده كاع لي فاصاد على لي باتيمون واحد اخرين، دونك كاع لي كومونيكاسيون تاعك يسمعوهم، البيلدينغ تاعك ما على بالكش واش فيه، الحيط تاعك اسكو يسمعو ولا ما يسمعوش ايتو. بصح البلدان اللي تخاف على بلادها عاودت لومباساد تاعها من الجذور، امبوسيبل تحطها ميكرو ولا حاجة داخل، وبعيدة كاع على الغاشي اللي يعرفوا باللي بلادهم هي الأول. انت يا عندك باتيمون في شارع ريزيدونسيال، تقال منا الناس منا الكوميرس كيتو، وبعد كيف تعسى روحك انت؟ ما تقدرش تعسى روحك هكذا. الناس عاودت الباتيمون تاعها لان عم يخمو للقدام، يقول بالك هذا الباتيمون هذا اللي كان مقبليته بالك فيه اشياء، عاودوا كلش من الجذور. وعندنا دي زيكزومبل بزاف على هذا. والاورغانيزاسيون كيديروا اجتماعات تيتو، ما يديروهوش فقط في لومباساد، يبدلوا يروحوا لهذا لوتيل هذا بعد، لان يخلطوا لك الحاله ما تفهم والو فيها، ما تفهم والو فيها. ايوا الناس اللي فريمون إيه، تروح انت تشوف، انت قارن مثلا سفارات الجزائر في امريكا، قارنها مع سفارات السعوديه في امريكا، يروح قارن انت، يعني ما يتلاقاوش كاع. ولا سفارات قطر ولا سفارة الإمارات ولا سفارة المغرب ولا إسرائيل، ولا ما تهدرش على السفارة لاشين، لأن على بالهم الناس كيفاه يديروا يحميوا بلادهم، كاع الطريق هذا كاع محمي، ما كاش جيران كاع عليهم لي كاميرا كل البرا ايتو، العساس منا العساس، اي تبوجي حاجه يبوجي معاها. انت يا على بالي كيفاه الامباسادة الجيريه الكونسيلا ما نهضروش. ومن بعد نوليو الى لورغانيزاسيون، كيفاه نستعمل مثلا الجاليه الجزائريه لصالح البلد دون الدومين سيكوريتير، اللي يخدموا في الجامعه يقدموا لك معلومات، اللي يخدموا يروح تشوف لاشين، لو كان ماشي كاع الناس اللي تخدم كاع لي الدومين يحبوا بلادهم، يقدموا المعلومات على لا تكنولوجي على لي زانفونسيون على كلش، ومن بعد لومباساد على بالها واش دير، ما تحرقش ولاد بلادها.
ايوه حنايا يبدل واحد يبدل كلش، يدير المشاكل، يروح يبيع لي الدوسي. مازال ما عندناش الثقافة هذه باللي كي تتنحى انت من البوست تاعك يجي واحد اخر يحمي المعلومات وما يحرقش الناس اللي مقبل. دونك على هذا الوطنية هذا اللي نهضروا عليها، ممكن يجيك مشكلة من واحد اللي راح عايش في الجيري وعنده ناسيوناليتي وحدة، ما يجيكش بروبلم من اللي عنده واحد اللي عنده ثلاثة تاع لي باسبور. ما على بالكمش بها هذه، هضرتها قبل قبل ما يهدرج عليها زغماتي، قلت لكم باللي واحد اللي عنده تروا باسبور في ليترونجي ممكن يحمي بلادك على هذاك اللي عنده فقط الجنسية الجزائرية. اليوم خرجنا زغماتي، شغل ما على باليش كيف خرجنا. الأمم المتحدة شكون مسلي هذا اللي يخدم مع رشاد، اللي يخدم مع القاعدة، اللي يخدم مع الفيسيتو، ما يرقعش او دير لي رابور دائما للأمم المتحدة، زيتو دي دير لي لاتر دو ريكومونداسيون، دهينا كيف كيف عروة كي يكتب واحد مثلا. شوف هنايا لأن ليترونجي أغبياء، كي يكتب واحد أنا دبلوماسي سابق خلاص شريتهم كاع هذوك الناس، كي يكتب واحد دكتور في النوكليير ولا في لا ميديسين نوكليير ولا خلاص عندك دهينا بي اتش دي، عندك عروة بي اتش دي، عندك زيتو دي يقول انايا سابق دبلوماسي سابق، عندك هذا مسلي يقول لك بي اتش دي، عندك مثلا انوار هدام يقول لك بي اتش دي، قراو كاع وعندهم دبلومات كبار كبار، يخوفوا الغاجي كي يكتب على واحد لا لادر دو ريكومونداسيون كي يشوف هكذا يخلع، يقول لك اه سي فري جاتني من واحد قاري، هو قاري عالم الزمياطي بصح يدير لي بومب باش يقتل صحاب لي سكوت في البلاد. وراه المخ تاع يونايتد نيشنز هذا ما عندهمش الكومن سنس، يعني كي تشوف حاجة هذا منا راك تقتل نتايا اليمنيين من الجوع، 20 مليون واحد مات من الجوع، منا مات واحد طفل صغير، يروحوا لهذاك الطفل صغير يقول كيف قتلوا طفل صغير، منا راهم يقتلوا بلد كامل، بومبارداو سوريا، بومبارداو ليبيا، بومبارداو العراق، كاع البلدان بصح ما شغل ما يشوفوش واش صرا تما. واحد مثلا دخلوه الى مركز الشرطه ونحلوا حوايجو باش يديروا لا فيزيت ميديكال يشوفوا اسكو مضروب، اسكو عنده دي سيكاتريس، اسكو لان يشدوا لي فوتو قبل ما يديروا التحقيق، الا عنده دي سيكاتريس ولا عنده بروزس يعني شوية شامة هكذا ماركة كي يدمروه للبيس ولا للفرقع ولا او ميم طو يشوف اسكو عنده سلاح ولا ما عندوش في كل البلدان هذه. دونك تلمو النظرية الإسلامية واحد الحرمة تنحي له حوايجو خلاص يقتلك، هو عنده هذا هو الاغتصاب، يكتب في الرابور نحاول حوايجي بعد نحاول حوايجك وراه البروبلم. ومن بعد هذيك الطفلة اللي راحت مثلا دخلت إلى مركز الشرطة استناو حتى دخلت بوليسية الوقت تاعها، ومن بعد فتشها البوليسية هذيك تشوف داخل هكذا البراوة تاعها داخل البزايز تاعها، قالت تشاتني بزاف في المناطق الحساسة هذوك. هي هو مش شغل الشرطة هذه، شوفوا اسكو خبيت حاجة داخل ولا ما خبيتش حاجة داخل، هذا ما كان هو يكتبوها يقولوا المحامي توشاتني في المناطق الحساسة، هو المحامي ديرك يبونسي إلى أشياء ماشي مليحة عايلك، لأن شعب مسلم دخلوا نتايا للسجن ومن بعد تنحيلو حوايجو ولا يقعد هكذاك باللباس الداخلي عنده هذا خلاص درت جريمة. على هذا لافوكا يفهمها حاجة واحدة أخرى، كي تقولوا نحالي حوايجي يفهمها حاجة واحدة أخرى، وما هنايا حاجة عادية تدخل لابوليس
يحوسوك بارتو. دونك الناس اليوم جمع كاع لي زانغريديون هذا اللي هضرت عليهم كاع في لا فيديو هذو اللي تقدم للامم المتحده، ومن بعد الامم المتحده تعيط لهم واش يقولوا لك؟ يقول لك شوف احنايا ما نديروش فقط من روبور واحد هكذا. انا كي هضرت معاهم مثلا قلت لك ما نقدرش انا نعطيك لا ريبونس، كيك حنايا يجيونا دي رابور بزاف نجمعوا كاع لي رابور هذاك نديروا تقرير واحد. قلت اسكو مثلا الجزائر يقدموا لكم مثلا دي بي في تاع الحبس دي بي؟ قال لي لا لا حنايا جينا من دي بينيفول، هما عندهم سي دي بينيفولا، هما كاع الناس راهي خالصه، منين تجيك دراهم انت كي دير منظمه غير حكوميه يعاونوهم كاع. بصح في هذا الدومين الجزائر راهي راكده، الجزائر لي زومباساد الجزائريه راهي تقدم اموال لمراكز البحوث، مراكز ثينك تانك اجنبيه، والمراكز هذيك الاجنبيه يدير لك مثلا تقرير على بلدان معينه، بصح يدير لك واحد على بلادك اخرى، وانت لومباساد الجزائريه قدمت 9000 دولار ولا 9000 ليفر باوند. ايوه هذا فقط الحاجه اللي باينه، لي زومباساد كاع يقدموا دراهم لي ثينك تانك مركز البحوث والدراسات الاجنبيه، بصح باش يخلقوا مركز جزائري بحت يقولوا بلي المجلس الاعلى للشباب حاجه مليحه، نديروا مثلا نداء الوطن نجمعوا كاع الجمعيات ايتو. انا هذا قبل ما يصرى هاد الاشياء هذه عامين وانا نهضر على هاد الاشياء، انت وصلت حتى 2021 باش درت هذا، انت اللي عندك لي موايان ايتو، وزيد بزياده تحط واحد اللي في عمره 80 سنه يروبريزونتي الشباب، واحد 80 سنه هو اللي لازم يقعد في فوطاوه زعما، الشباب كاع ثما 20 سنه 30 سنه فوطاو واحد 90 سنه باش يقدم جوج خط الاحترام المجاهد الاحترام منا مازالنا في هاد الاشياء هادي. با تحط واحد مام كي يروح لترونجي يقول لك انا جو ريبريزونت الكونسي تاع لا جونيس، واش من لا جونيس لي تروبريزونت من بعد يقول لك لا انا نخدموا مع الناس اللي راهم في الخارج، جامي تصلوا مع اي واحد في الخارج جامي، يخدموا كلش بيناتهم. من بعد كي لان كي تصرى الضربه الناس كاع تخلص، ماشي فقط هذوك. واش راهم اليوم يدور في لا بريزيدونس كاع لي ديماج هادو تاع لي مينيستريتو؟ ماراش في المستوى، ماراش في المستوى، مع انه ضد بلي وناس ما عندهمش اكسبيريونس يكون عندهم بروبلام كيبداو يخدموا تو مشاكل. واحد ما يعرفش استاذ تاع شفتو دونك الناس اللي راهي تزقي في الطريق هذوك اناس تاع النظريه كي يقول لك واحد مثلا ندير هذا نخدم هذا نجيب لك هذا كيما مصدور مثلا ويهضر بالملاير ايتو، ما قول له اعطيني مثلا الحاجه اللي تمشي نديرها غدوه تمشي. اوكي انت راك في ازمه، انت راك في قاع البير، قول لمصدوره يعطيني حاجه دوك باش نطلع، يعطيك لا تيوري لو كان كيما لالماس كيما مصدور كيما الاخرين لا تيوري يخلعك. حطينا اوناس تاع لا تيوري في المينيستير ما داروا والو، علاه؟ لانهما تاع لا تيوري امبوسيبل، لان لا براتيك سي با لا ميم شوز. واش قريت انت في لونيفرسيتي دونك تدخل للدنيا تشوف بلي سي با لا ميم شوز، ما تستعملش نفس الاشياء. مثلا نعطيكم يعني المستوى تاع بن بيتور يعني عالي، بصح كي كان من البرومي مينيستر كي راح باش يبروبوزي بوتفليقه لي بروبوزيسيون تاعو كاع تاع
تاع لا تيوري، قالوا ندير هذه ندير هذه ندير هذا، ويحسب على او يحسب يعطي له حساباتيتو. بصح بوتفليقه جا ولقى كلش، لقى كلش ما كان والو، ما كان والو في لاكاس. اوكي يقول له اعطيني حاجه باش نروح نديماري، انا الناس راهي تستنى فيا. بصح وصل الوقت باللي بوتفليقه خلص لا دات قبل اي واحد يخمم عليها، مام هذاك بن بيتو ليكسبيريتو امبوسيبل يدخل باللي نخلصوا لا دات في هذا بهذه السرعه. لا تيوري دي فوا ما تمشيش. هو بوتفليقه صدم دير طرافيك من خليفه يتو جاب الاناس يخدم، بيان سور كانت تربح بوها. كيف كانت تربح بوها؟ لان جاب الاناس يخدموا، اخدم وتاكل. بغيت انت يا روح، انت من موين اوريون اروح، انت من فرنسا اروح، توتال اروح تاكل، ما كاش مشكل كاين. وانت منين؟ من امريكا اروح. بعد انت يا الشرق الاوسط، فرنسا امريكا قاع ياكلوا في الجيري، كنا في امان. وصل 2018 لان خلاص وصلت الوقت وين لي كونطرا هذاك لازم يتعاودوا. اوكي ومن بعد ما بغاوش يعاودوا معاهم كاع لي كونطرا. الناس تشوف باللي 2019 هذه جات باللي الحراك من نو 2019، عندك 20 سنه من 1999 كاع لي كونطرا تاع 20 سنه خلاصوا. بوتفليقه ما بغاش يسني، بيان سور كان وناس واحد اخرين دخلت في المعمعه كي بدات لاشين لا روسي تركيا ايتو. دونك فرنسا راحوا لها المشاريع، ما امريكا المشاريع، موين اوريون كل شيء راح فيهم. شفتو دونك 2019 هذا ما جاش من السماء. روحوا شوفوا مثلا لي كومباي الاف سي مثلا لي كونطرا كاع تاع الجيري موتو في 2019، ما باش يعاودوا لا سيناتور تاعهم. دونك كاين اشياء اللي راهي تحصل في الخفاء. دونك هو واش يدير لك؟ يقلب لك بلادك، لان هذيك الحاجه اللي ما بغيتش تبيعها اليوم ب 20 دولار يديها باطل. وداروها في سوريا الى يومنا هذا. الابيض الابار هذوك تاع البترول تاع سوريا، اول مره كانت لي تيرورست اللي سرقوه يبيعه ب 20 دولار، اليوم معه عندك دي فورس انترناسيونال اللي راه تعسو، ليست ملك سوريا. نفس الشيء في ليبيا. دونك المشكله في العراق نفس الشيء. اتونسيون وين كاين حبه تاع البترول ولا قطره تاع البترول، ثم هذوك الناس يكونوا الى عندك الغاز اليورانيوم الذهب وهذا وهذا وهذا، حتى واحد ما يشوفش البروبلام. نضحك انايا مثلا على الامم المتحده يديروا دي رابور دي رابور دي رابور، ذبيحه اللي ذبحوهم في الكونغو، في نيجيريا ذبيحه اللي ذبحوهم، في المالي شفتوا واش صار. حتى واحد ما يهدر على الاناس اللي راحت هكذا فقط، دم تاعهم راح برك هكذا. لان اكوتي اكوتي تلقى شركه فرنسيه اللي راهي تحفر الابار تاع اليورانيوم تدي كلش. وين كاين الموارد هذه الاوليه؟ تلقى النش. حنايا ما عطيناهمش لوكاسيون يجي 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 الا ما تعرفش تسير بلادك. انا نشوف مثلا رئيس الجمهوريه دي فوا يتباهى، انا هو وزير الداخليه، انا هو القائد الاعلى للعليا، هذا انا هو ندير ندير. نو دي فوا لازم تكون انتيليجون كيف تمشي معاهم، لازم تمشي حيلي، لان هذيك تاع الفانتازيا عينك ينوضوا لك ولادك، هذا ما كان يقلبوا لك بلاد. دونك نتايا اليوم راك في مفترق الطرق.
مهما هي تكون قوي 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 اللي الام يستعملوا اولى الصغار ونستعمل الجامعه يدير لك يدير لك حاجه هكذا ومن بعد تكبر تكبر تكبر. انا قلت لكم باللي الحراك هذا باين وشكون فيه الامم المتحده. الامم المتحده تستنى هذيك لوكازيون هذيك باش ترمي لك قنبله ومن بعد واحد فرحان هشام هذاك يخدم معاهم بزاف فرحان واحد الفرحه من اليوم في الصعيد انا ما تركش البوليس ما يا رئيس الجمهورية الحل هو في لا ماجوريتي سيلونسيوز او عندك الناس ما بغاش تخرج مساكين مضرورين الناس اللي راهي مضرورة مسكين الناس اللي جيعان والله جامي يخرج هذاك اللي يجري على الزيت على الخدمة تاع ولادو على الخبزة تاع ولادو جامي يقلب لك البلاد هكذا. انسان محترم انسان يخدم بلاده وطني يستنى مقدرة تاع الله واش يجي ياكل ما يجيش يقعد هذاك الجيعان الحقيقي. ولكن اللي شبع اللي شبعته 40 مليون في شهر مدى الحياة يدير لي فواياج الى المغاربية كل مرة اوكي هذا عنده المقدره يشري بي دافيو عنده المقدره دونك اي كلش مخلص بصح عنده اكوتي كيما قال جلالي سفيان انايا لو كان مات هذاك الناس لو كان ماتوا واش ياكلوا ولادو واحد لا بيتيز يعني واحد لا ريبونس. وهذوك الناس اللي رفضوا لي فيزي ابون باش يحماو على بلادهم جامي خمو جامي خمو على ولادهم واش ياكلوا بصح ناضوا باش يديروا يعسوا على الحرمة تاع ولادهم الحرمة تاع الزوجة تاعهم والبنات تاعهم لأن شافوا البلدان الأخرين كي يجيو يرفدك بنتك ولا يرفدك مرتك هذاك هي الحياة كي ترفد انت يا الفيزياء بومب وما يديركش الحرمة تاعك الشرف تاعك هذا هو الخلاص تاع الدنيا. ما خممش اسكو يموت ولا ما يموتش واش ياكلوا ولادو ولا انت تروح دوموندي ممسي في هذاك الوقت 5 ملايين 6 ملايين 10 ملايين اليوم ولاو 40 مليون هذاك الانسان اللي حما الشرف تاع بلادك ما عندوش اوكان ستاتيو. تهضروا نتوما على الوطنيه الحقيقيه انت ما عندكش وطنيه انت راك الوطنيه تاعك راك مخلوصه ب 40 مليون وهذاك الجيش هذاك اللي راح بي فولونتيرمون هذاك اللي رفض الفوزي ابوم السيفيليين هذاك لو سيفيل هذاك اللي راح رفض السلاح فولونتيرمون حتى واحد ما قالو انت تهضر على البوست في البيرو اللي راك محميتو تقول بلي رانا نحلو الناس باش شكون يجي انت كنت تحلل الناس شكون يجي للبيرو وهذاك اللي رفض السلاح راح من محض ارادته رفض السلاح وقعد تما في الغابة 16 سوايع وحنا شفناهم كاع مهما كانت لا توندونس بوليتيك تاعهم بصح حماو البلاد هذيك الخضرة هذوك وناس ما تخافش عليهم. اليوم تهدر لي على الوطنية وعلى الناسيوناليتي وعلى أي شيء هذوك الناس هذوك وين ماتوا اللي ماتوا اللي ماتوا واللي راهم عايشين افيك دي زونديكاب عندهم كل واحد واش خرج بالإعاقة تاعو نهضروا على لأن الشفافية ما نكسبوزيوش هذا البروبلم هذا دائما دونك ما ندرسوش هذا الاستوار هذا نقولوا لا المصالحة الوطنية الوئام ما دي كلش مغلوق ما تهدرش عليه. الحاجة اللي ما تهدرش عليها انتايا كمسؤول العمومي الصحافة العمومية المرئية والمكتوبة إلا ما تهدرش على هذه المشكلة الحقيقي الناس الأخرين راهو يهدروا عليه دونك كاع هذو اللي خرجوا في الحراك عندهم واحد لافيرسيون واحد لافيرسيون لافيرسيون باللي
شكون اللي قتل العسكر؟ شكون اللي قتل المخابرات الإرهابية؟ شكون اللي قتل أجهزة الأمن؟ بصح نلقى من هذا لا فيرسيون إيتاتيك حتى واحد ما يهضر، السكوت تام. نفس الشيء اللي صرا مع الأمم المتحدة، يهضروا يهضروا يهضروا، خليتهم انت يا خليه خليه، باسكو تريبوندي تكبر الحالة. بصح كاين دي سوليسيون كيفاه تريبوندي. انا قلت لك الاجهزه اللي لازم تستعمل، لازم تستعمل دي ساتيليت خارجين عن النطاق الاوفيسيال. ايوا اتهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير عليكم.